مشاهدينا خلينا نبتدي معاكم أولى محطاتنا لليوم عن معرض الخليج. يعد معرض الخليج للتعليم والتدريب حدث سنوي بارز يهدف إلى تزويد الطلاب بمنصة شاملة لاستكشاف الفرص التعليمية واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن مستقبلهم. سيقام هذا المعرض في إمارة أبوظبي الشهر القادم ويجمع ما بين مختلف المؤسسات التعليمية الأكاديمية المحلية والدولية والمدربين المتخصصين في هذا المجال. عشان نتكلم أكثر عن هذا المعرض ودوره أرحب معاكم بضيفتنا عبر تطبيق زوم سعادة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الخليج للتعليم والتدريب. مساك الله بالخير سعادتك وحياك الله ويانا. سنور هلا والله، يا هلا على فيك. الاستضافة الجميلة. العفو، حياك الله ويانا. سعادة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، نريد نتعرف أكثر من خلالك على معرض الخليج للتدريب والتعلم، وبالفعل ما هي أبرز أهدافه؟ طبعا معرض الخليج هو ملتقى الجامعات في وجهة واحدة من جميع دول العالم، وراح يكون إن شاء الله في إمارة أبوظبي، ويتيح الفرصة للطالب التعرف على البرامج الأكاديمية للالتحاق بمسار تعليمي جامعي أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. سعادتك نبي نتعرف أكثر أو نتحدث أكثر عن المؤسسات التعليمية والأكاديمية المحلية والدولية اللي راح إن شاء الله تكون مشاركة معاكم في المعرض. طبعا هناك اكثر من 70 جامعه مشاركين معانا، منها جامعات محليه، ادنوك تكنولوجي اكاديمي مشاركين، ايضا اكاديميه ربدان، العين يونيفرسيتي، في جامعات من كل دول، من كل الامارات اللي موجوده في دوله الامارات، وايضا في جامعات مشاركه من الخارج، منها من اذربيجان، من روسيا، من اوروبا، ايضا من دول الخليج في جامعات كثيره مشاركه ويانا. ان شاء الله. يعني سعادة شو هي الخدمات اللي راح يقدمها المعرض والفوائد بعد اللي راح يحصل عليها الطلاب المشاركين معاكم؟ هناك العديد من التخصصات، طبعا الطالب يستفيد انه هو يختصر عمليه البحث للجامعه المناسبه له لما يتخرج من الجامعه، فبالتالي يحضر ندوات، يحضر يشوف شنو الجامعات الموجوده، يشوف شو التخصصات الموجوده قبل التحاقه بسوق العمل، وايضا هناك راح يكون في مرشدين من وزاره التربيه والتعليم انه يعطونهم فكره اكثر عن التخصصات اللي تناسبهم، وفي امتحانات ايضا تقييميه اللي ممكن يرشدون فيها الطالب كيف انه هو ممكن يختار التخصص المناسب له. رائع. يعني سعادتك راح تعرفون اكيد الطلاب على التخصصات اللي حابين يلتحقون فيها الى جانب المعلومات اللي راح ياخذونها عن بعض التخصصات اكيد. شو هو الدور اللي راح تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي في اقامه مثل هذه المعارض انها توفر البيئات المحفزه للتطور التعليمي واستشراف المستقبل وايضا مواكبه الاتجاهات العلميه الحديثه؟ طبعا هذا النوع من المعارض له دور كبير في تنميه المسار التعليمي للطالب، فتلقين كثير من المعارض موجوده سنويا في كل دول الخليج، واحنا الحمد لله من 2008 نقيم هاي المعارض، وموجود ايضا في مملكه البحرين، في السعوديه نقيم نفس هذا النوع من المعارض، طبعا اكيد بالشراكه بين القطاع الحكومي والخاص أساس نقدر نوصل هذه الفكرة ونقدر نوصل لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة أن يتعرفون على التخصصات ويتعرفون على الجامعات المتواجدين في المنطقة إن شاء الله. سعادة الشيخ نتعرف أكثر على البرامج والأنشطة والفعاليات اللي راح تكون إن شاء الله مصاحبة للمعرض. راح يكون في سيمينارات مصاحبة وندوات مصاحبة للمعرض راح يقيمها الجامعات نفسهم اللي مشاركين، راح يعرفون الطلبة بالتخصصات، وأيضاً راح يرشدون الطلبة باختيار التخصص المناسب لهم، فبالتالي منها الطالب ممكن يأخذ ملاحظات، يأخذ أفكار، يعرف طبيعة شخصيته وشنو التخصص المناسب له، أيضاً أولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين مرحبين أيضاً في هذا المعرض. ان شاء الله. يعني سعادتك لو نتكلم ايضا عن احتضان المعرض لعدد من الجامعات العربيه والعالميه بعد، حدثينا عن اهميه هذا التعاون واهميه هذا الدور في المجال التعليمي والاكاديمي. طبعا التعاونات الاكاديميه مهم جدا، مو فقط ان عرض الجامعه لخدماتها كتخصصات، ايضا في تبادل طلابي بين الجامعات، في تبادل اكاديمي، تبادل خبرات، يعرف يكون طبعا الجامعات اللي عندهم نفس التخصصات ممكن يتعاونون مع بعض، او حتى ممكن يكون في تعاون على مستوى المنطقه او على مستوى الدول من الجامعات المشاركه.
إن شاء الله. يعني سعادتك، كيف يسهم هذا المعرض في الدمج ما بين التخصصات الأكاديمية المطروحة وما بين أيضا الاحتياجات في سوق العمل بما يخص الطلاب فيما بعد؟ هاي نوع من المعارض تساهم في السياحة التعليمية سواء كان في المنطقة أو حتى استقطاب الطلبة الوافدين، بما أن دولة الإمارات ما شاء الله فيها كثير من الجاليات، فبالتالي أيضا تستقطبهم أن هم يدرسون في دولة الإمارات، فبالتالي يساعد على السياحة التعليمية في المنطقة. يعني رائع جدا هذه الجهود اللي راح تبذلونها سعادتك في هذا المعرض المقام. لو نتحدث أكثر عن الجهات والمؤسسات المتعاونة معاكم في إنجاح هذا المعرض وأيضا دورها فيه. طبعا أنا أحب أشكر جامعة الإمارات على مشاركتهم، أيضا أكاديمية ربدان وأدنوك على مشاركتهم في المعرض، وأيضا طبعا 70 جامعة. ما أكيد ما راح يسعني الوقت إن أنا أذكر أو أتذكر جميع الأسماء، وأحب أشكركم أيضا على هذه الاستضافة الجميلة، ونتمنى أيضا الطلبة من إمارة الفجيرة أن يكونون إن أيضا شاء من الله المشاركين ومن الحضور إن شاء أكيد. الله. يعني وجودك معانا سعادتك اليوم أسعدنا. كلمة أخيرة توجهينها اليوم من خلال مشاركتك معانا في برنامج الفجيرة تجمعنا. أحب أشيد بجهود وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة على دعمهم لنا وعلى سماحهم لحضور الطلبة للمعرض، وأيضا مشاركتهم في توجيه الطلبة لاختيار تخصصات المستقبل لاختيار أفضل الجامعات اللي ممكن يلتحقون فيها. يعني سعدنا فعلا بوجود سعادة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيس معرض الخليج للتعليم والتدريب. شكرا لك ويعطيك العافية. الله يحفظكم، شكرا حياك شكرا الله، لك. يعطيك العافية.